مع اقتراب جبهة النصرة ومن معها من مجموعات متطرفة من أحكام السيطرة على شمال سوريا بشكل شبه كامل، تبرز مرة جديدة مسألة مصير أقليات المنطقة تحت الحكم الإسلامي المفترض. دروز إدلب باتوا في واجهة الأحداث بعدما تردد أن زعيم النصرة أبو محمد الجولاني طلب من الدروز 18,000 في المنطقة المعروفة تاريخيا باسم جبل السماق شمال إدلب والموزعين على 14 قرية إشهار إسلامهم وهدم أطرحة الأولياء لتأمين سلامتهم وعدم الدخول إلى قراهم التي حيدت نفسها حتى الآن عن مجرى الحرب السورية. القوى الإسلامية التي أصبحت أمر واقع في خريطة المعارضة السورية، لا سيما داعش وجبهة النصرة، وانتشرت في مختلف المناطق السورية مدا وجزرا. في هذه الأثناء لا شك بأن جزء من الكتلة العربية السورية، طائفة الموحدين سودروز، موجودة بإطار سيطرة المعارضة الإسلامية، وهم أخبر في خياراتهم، هم يتخذون القرار المناسب لوضعهم في هذه المنطقة، يخوضون نوع من الحوار والتفاهم مع جبهة النصرة لكي يمارسون بنفس الوقت كل شعائرهم الدينية لكي يتمكنوا من التكيف. لكن إذا صحت المعلومات بشأن الاضطهاد الجديد، فهل تنفع بعد اليوم سياسة التحييد الدرزية التقليدية؟ خيار الحوار هو بديل لخيار الحرب. خيار الحروب لا يمكن أن تعطي نتيجة غير القتل والدمار والتقسيم وضرب الحضارة، بينما خيار الحوار يؤدي حتما إلى تغيير العقل الجهادي الإسلامي الفرد القائم على الدولة الإسلامية. تحت وطأة كل الأخبار الآتية من سوريا، ماذا ستكون ردة فعل دروز لبنان تجاه تسارع الأحداث؟ وهل ستنعكس توترا مذهبيا على الساحة اللبنانية أم أن حكمة زعماء الطائفة كفيلة بتهدئة النفوس؟